وانا تنقول بان هذا الفريق هذا ما شاء الله مازال زعما عنده بزاف الحوايج ما يقول ان شاء الله في لو فيتور. وبالنسبه للاخ ديالي انا مفتخره به بزاف, وتا الفريق كان فريمون فهاد النهار في نهارو, تبارك الله على الدراري كلهم, تبارك الله على الجماهير اوسي. زعما الصراحه هاد الله افتخار كبير ان يكون عندي اخ ديالي صغر مني كيلعب في هاد النادي هذا الكبير العظيم, وهذا الشيء كيزيدنا غير افتخار الحمد لله. تنقول له خويا تبارك الله عليك, تنعقل عليك منين كنتي مازال صغير وانت تبارك الله عليك كتبغي كره وبقيتي مآمن بالحلم ديالك, تاع النهار شفناك الحمد لله الشامبيون دافريك, ومازال ان شاء الله الخير القدام والله يكمل بالخير على وداد الامه وديما وداد. سي نبيل تبارك الله عليك اوليدي, شكرا, الله يحفظك اوليدي, وانا فرحانه بزاف وكنتمنى ان شاء الله يعني مزيد من تألق الرضا والوداد ان شاء الله, وياخذوا البطوله كذلك وينافسوا ان شاء الله بطريقه بوزيتيف على كاس العرش وياخذوها, وعلى علاش لا ما تكونش ثلاثه ديال وان شاء الله بحول الله علاش لا ان شاء الله. اللهم تعالى ربي يوفقهم, والوداد كتستاهل الصراحه هذا اللقب لانه خدمات عليه مزيان صراحه. هضرتي مع رضا اليوم يعني نعم, كان شي ميساج رضا اليوم اللي هضرتي معاه قبل الماتش؟ نو صيفط له اون فيديو اللي كندعي فيه وكنقول له كندعي معاه وكنقول له ان شاء الله ولدي انت غادي تكون في نهارك وغادي دير ان كرون ماتش, وجو بونس راه شافو وراه يعني خدم عليه. قال ماما راه دعات معايا راني غنكون ان شاء الله في نهاري الحمد لله, اللهم لك الحمد. وكنتمنى ان شاء الله المزيد من الالقاب الوداد ومزيد من الالقاب الرضا, ودائما يكون النصر حليف الوداد ان شاء الله في جميع المناسبات يا رب. ها شنو نقول رضا؟ شنو نقول له؟ كنبغيك اولدي وكنموت عليك وما شاء الله عليك حمرتي وجه كل وداديين, يعني كنتي في نهارك وصافي بليزير نشوفك خارج من من يعني من من المقابله وكل شيء كيحييك وكل شيء يعني فرحان بك, يعني والجمهور كله بقاو اللي دار ماتش ان كرون ماتش يعني الجمهور كيتفاعل معايا وكيبوس لي راسي الحمد لله اللهم لك الحمد. حتى انا كنت في نهاري هذا النهار. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.